بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو غادي نشوفو التصحيح ديال الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية بالنسبة لمادة الرياضيات وشعبات علوم اقتصادية. إذا غادي نبداو بالتمرين رقم واحد اللي فيه لي سويت نيميريك. هنا بالنسبة لي سويت نيميريك تيعطيونا ديما اون سويت ريكورونس سي تادير او ان بلس ان اون فونكسيون دو او ان وتيعطيونا ان تيرم معروف ou déjà calculé. Il y a un U0 ou il y a un U0. Dans le temps, il y a un U0. 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 un en fonction de n باش نقدروا نحسبوا ليميت تندوزوا من هذه المراحل كامله وهذو اسئله اللي تيكونوا معروفين. اذا نبداو ان شاء الله التصحيح. دابا غادي نبداو بالسؤال رقم واحد هو كالكولي U1 اي U2. بالنسبه لو كالكول ديال لي تيرم U1 و U2 ديما تنعتمدوا على العلاقه اللي تيعطيونا في الاول ديال un plus 1 en fonction de un. Alors, il a pris 1, خاصنا نعوضو هنايا n ب 0. الا عوضنا n 0 غادي يعطينا u1. يعني هنايا غادي يسول لينا 1 على 2 u0 زائد 1 على 7 و u0 راه ديجا عندنا سنعوضوها بالقيمه ديالها. اذا غادي تعطينا u1 égal à 1 demi U0 plus n sur 7, il y a 1 demi fois 2, puis U0 il y a 2, plus 1 sur 7, fil mjmo, radi atina, tmenya, ala 7. Bnef stariqa, il a brina hsbu U2, radi n'audu hna, il a brina hna fil mjmo, il kon juj, khasna hna n tkun hiya 1. Idan radi n'audu hna, fin makina n n'audu hab 1, radi s'atini 1 demi U1, plus 1 sur 7, ou U1 hiya hadi li hsbt, hiya tmenya, على 7. اذا النتيجه غادي تكون بحال هكا. غادي نعوض U1 ب 8 على 7 وفي النتيجه في الاخر غتعطيني 5 على 7. بالنسبه للسؤال الثاني عندنا montrer par récurrence que pour tout n appartient à n un moins 2 sur 7 supérieur à 0. alors هنا la récurrence خصني نكون عارف le principe de récurrence. تنعرفوا بان le principe de récurrence فيه 3 étapes فيه 3 ديال المراحل. هنا يعني ما مولفينش نورمالمون نخدموا بحال هادي. ممكن اللي بانت ليه صعيبه ممكن في الاول هادي يحولها للجهه الاخرى ويبين مباشره بان او ان كبر من 2 على 7. شنو تعني او ان كبر من 2 على 7؟ سي تادير كو او ان اي مينوري بار 2 سور 7. الا كانت او ان كبر من واحد العدد تنقولوا بان او ان الي مينوري. سي تادير اي ان عوضت به هنا يعني U0, U1, U2, U3, U4 اي عدد عوضت به هنايا غادي نلقاه ديما اكبر من 2 على 7. اذا نبداو المراحل ديال لا ريكورونس. لا ريكورونس قلنا تعتمد على 3 ايطاب. لا بروميير ايطاب هي لا فيريفيكاسيون. سي تادير كوا لا فيريفيكاسيون؟ يعني على بلاص باش نخدم بان كامله تنفيريفي بعدا بوغ ان تيرم. هنا généralement on a le premier terme qui est 0, yani pour n égal à 0 on a il a U0 moins 2 sur 7. U0 il y a 2 غادي تعطيني 2 moins 2 sur 7 il y a 13 sur 7. غادي نشوفوا واش بصح هذا كبر من 0 او لا. 13 sur 7 est strictement supérieur à 0. تنقولوا donc la proposition est vraie pour n égal à 0. C'est-à-dire que هادشي راه صحيح. هادي هي لا بروبوزيسيون لي تنقصدو. هادي تتكون صحيحة إلا كان n تساوي 0. دونك ميمكنش نعوض بواحد وبجوج وبثلاثة وبربعة وخمسة إكسيتيرا لأن تنعرفو بأن المجموعة n لونسومبل n في أون انفينيتي. ميمكنش نحسبهم كاملين. ألوغ غادي عندي دو زيتاب آخرين لي بقاو ليا. لا دوزيام إيتاب شنو هي؟ هي on suppose que un moins 2 sur 7 supérieur à 0. C'est-à-dire que تنعتبرو بأن هادشي اللي قالو لنا نبينو بأنه صحيح. Et on montre qu'il est vrai pour n plus 1. C'est-à-dire que إلا درنا هنا un plus 1 تبقى لنا العلاقة صحيحة. Donc on suppose que un moins 2 sur 7 supérieur à 0. Et on montre que un plus 1 moins 2 sur 7 تهي أكبر من 0. Alors, هادي
اللي سنسيبوزي وتتولي في المعطيات يعني تتولي في لي دوني يعني الا كنت غادي ندير ان انكادرمون ديما تنبدا بها هي الاولى كوم دوني مادام قلنا اون سيبوز الوغ سي اون دوني وخصني ندير لونكادرمون باش نوصل لهاد النتيجه هادي صافين اذا باش عرفت راسي خصني ندير لونكادرمون غادي نرجع لهاد لو تيب ديال لي سويت الا كانت او ان بلس ان ايغال واحد العدد مضروب او ان زائد عدد اخر سي تادير كو او ان ما كايناش في المقام ديما باش نبين بان او ان بلس ان حتى هي كبر اولا صغر سندير لونكادرمون كاينه اون دوزيام ميثود هي لا ديفيرونس مثلا الا بغينا نبينو بان اكبر من بي تنحسبوا الفرق ديال او بي ونبينو بان اكبر من زيرو هاد لا ديفيرونس نديرها الا كان عندي او ان كاينه في البسط وفي المقام دونك هنا ماشي لو كا ديالنا الوغ غادي نبدا من هادي وغادي ناثر غادي اونكادري هنا باش نبدا صعيب عليا ندير لونكادرومون ديال هادي او دونك اول ايطاب غادي ندير هو هاد 2 على 7 غادي نحولها للجهه الاخرى غتولي او ان كبر من 2 على 7 كبر من 2 على 7 الوغ ها هي او ان عندي او ان مضروبه في 1 على 2 وزايدين عليها 1 على 7 سيتادير كو غادي نشد هاد لينيكواسيون هادي كامله لينيغاليتي كامله ونضرب او ان في 1 على 2 يعني نضرب هنا وهنا في 1 على 2 ونزيد 1 على 7 هنا وهنا الوغ الا ضربنا في 1 على 2 سنعرفوا بان 1 على 2 عدد موجب يعني الترتيب ما غاديش يتبدل الا ضربنا 2 على 7 في 1 على 2 غتبقى ليا 1 على 7 اذا شنو بقى ليا باش نوصل او ان بلس 1 بقات ليا خصني نزيد 1 على 7 اذا الا زدنا هنا 1 على 7 الا زدنا هنا 1 على 7 حتى هنا خصنا نزيدو 1 على 7 اذا غادي تعطيني هذا اكبر من 2 على 7 وهذا 1 على 2 او ان بلس 1 سور 7 هو او ان بلس 1 اكبر من 2 على 7 دونك هذا غادي نعاود نرجعها للجهه الاولى فين كانت الى رجعنا هنا غادي نلقاو كبر من 0 والا لاحظتوا معايا قلنا او مونتر كو هذا كبر من 0 يعني هو هذا اللي وصلنا ليه الطريقه اللي سنديرو هو التاطير هو لونكادرومون ديما نديرو لونكادرومون هنا علاش لان عندي او ان كاينه غير في البسط ما كايناش في المقام متفقين الوغ اون مونتري كو هادي تنقولوا في الاخر الجمله ديالنا هو فينالمون دابخي لو برينسيپ دو ريكورونس او ان موان 2 سور 7 اي سوبيريور او ايغال ا 0 سي تادير هذاك الشيء اللي قالوا لنا بينوا في الاول راه صحيح متفقين الوغ هادو هما لي 3 ايطاب غادي نعاود عندنا اون ايطاب دو فيريفيكاسيون عندنا اون ايطاب دو سوبوزيسيون اون سوبوز وعندنا اون ايطاب دو ديمونستراسيون هادو هما لي 3 ايطاب اللي عندنا في لا ريكورونس لو برينسيپ دو ريكورونس الوغ maintenant قالوا لنا vérifier pour que tout n appartient à n u n plus 1 moins u n égal à moins 1 sur 2 u n moins 2 sur 7 هي في الرياضيات كامله فين ما يعطيوني مونتري كو واحد الحاجه بحال هكا تتساوي حاجه اخرى ديما نبدا من وحده ونوصل لاخرى نبدا من اللي ساهله الوغ اللي ساهله هو هذا نبدا من هذه ونوصل لهذه سيتادير نعوض او ان بلس 1 بار سا فالور اللي عطيني في الاول ونحسب حتى نلقى هاد النتيجه بور تو ان ابارتيان ا ان اون الوغ او ان بلس 1 موان او ان جو رومبلاس او ان بلس 1 بار سا فالور غادي تعطيني هي 1 على 2 او ان بلس 1 سور 7 موان او ان تلاحظوا بان هنا عندي 3 ديال لي بارتي 3 جوج فيهم او ان والثالثه ما فيهاش او ان هاد الوسطانيه ما فيهاش او ان الوغ هذا اللي فيه او ان مع هذا اللي فيه او ان تنعمل بها سنعمل بيو ان الا حيدنا من هنا يو ان غتبقى ليا 1 على 2 الا حيدنا من هنا يو ان غتبقى ليا موانز 1 دونك 1 دومي موانز 1 هي غتبقى ليا موانز 1 دومي يو ان بلس 1 سور 7 الوغ هنايا غادي نعمل بناقص 1 على 2 هي موانز 1 دومي فاكتور دو يو ان موان 2 سور 7 هادي هي النتيجه هما قالوا لنا غير فيريفي كو الوغ بدينا من لا بروميير وصلنا لا ديرنيير والنتيجه راه عندنا صحيح علاش يعطيونا هاد السؤال هاد او ان بلس 1 موان او ان فلي سويت سي جوست بور ايتيدي لا مونوتوني دو او ان حيت شنو هو او ان بلس 1 هو لو تيرم لي جاي من مور او ان يعني هاد لو تيرم او ان بلس 1 سي ان تيرم جاي من مور او ان الوغ الى لقينا هذا موجب بوزيتيف تنقولوا بان لا سويت او ان اي لي كرواسونس الى لقينا هذا نيجاتيف تنقولوا بان لا سويت او ان اي ديكرواسونس يعني فين ما يعطوني هاد هاد
la vérification بحال هكا un plus un moins un تنعرفوا بان من بعد راه غادي نحس نتيديو لا مونوتوني c'est-à-dire واش la Suisse UN est croissante ou la Suisse UN est décroissante. Alors, دابا باش نبينو السؤال الثاني قلنا d'après la question 2A يعني هذيك اللي درنا في la récurrence بينا بان UN moins 2 sur 7 elle est supérieure à 0 اللي هو هذا. Alors, il a besoin d'encadrer ou hada. Je vois que je vous laisse libre. On a moins un demi. C'est-à-dire, on a un drapeau 9 moins un demi. On a un 9 moins un demi. Moins un demi négatif. Alors, ça c'est vrai. Inférieur ou égal. Alors, je ne vois hada. Moins un demi facteur de un moins 2 sur 7. Hada ou un plus un moins un. L'kina sera moins 0. Alors, c'est un goal bi en la Suisse. UN est décroissante. Puisque UN plus 1 moins UN sera moins 0, c'est un goulou en la suite est décroissante. Alors pour résumer, la question, il a besoin d'un info, wesh UN croissante ou la décroissante, il y a deux étapes. La première étape, on calcule UN plus 1 moins UN. La deuxième étape, c'est un chauffeur, le signe. Il a besoin d'un info, le signe, il a besoin d'un l'encadrement. Il y a des choses qui sont bien. اللي لقينا un plus un moins un تنمشيو لا كيسيون ديال لا ريكيرونس وتنشوفو un واش كانت كبر ولا صغر من شي عدد حنا لقيناها بان كبر من زيرو تنديرو لونكادغومون ديال هذا لونكادغومون هو التأطير يعني داكشي اللي تنديرو في هاد لابارتي الاولى تنديرو في لابارتي الثانيه الا ضربنا تنضربو هنا زدنا تنزيدو غير هو نتابعو الى ضربنا في عدد موجب راه ما كاينش مشكل ضربنا في عدد سالب هذا الترتيب هذا سيتبدل الوغ الى لقينا u1 plus 1 moins u1 نيجاتيف تنقولوا الي ديكروسونس لقيناها بوزيتيف تنقولوا الي كروسونس السؤال اللي غادي يجي من بعد هو واش لا سويت الي كونفيرجونت او نو montrer que la suite elle est convergente. Donc on a montré que la suite elle est convergente. Pour le critère de convergence, on a deux conditions qu'on a mis à la suite. Je vais vous mettre les deux conditions. Soit la suite UN est croissante et majorée, soit est décroissante et minorée. Il y a une croissance majorée ou décroissante et minorée, c'est une suite convergente. Mintengulu une suite convergente, c'est ça, une suite convergente. C'est-à-dire que la limite, dit le terme général de un, la limite de un quand un tend vers plus l'infini, c'est un عدد. Mais c'est un chiffre l'infini. Et il a quand un l'infini, ça se met une suite divergente. L'axe dit convergente, soit divergence. Vous savez? Alors là. بحال قبل ما نوصلوا لهذاك السؤال الاخر في التمرين تنعرفوا بان في الاخر غادي يخرج لينا عدد مادام كاينه لا سويت اي كونفيرجونس الوغ الجواب تيكون بحال هكا هادي سي اون بروبريتي عندنا في لو كور بويسك لا سويت يو ان ولاحظوا معايا راه مين تندير يو ان اونتر بارونتيز سي لا سويت مين تنكتب يو ان سون بارونتيز هذا سي لو تيرم جينيرال الوغ بويسك يو ان اي مينوري بار 2 سور 7 لان بينا بان يو ان moins 2 sur 7 كبر من 0 c'est-à-dire que un كبر من 2 sur 7 وقلنا un كبر من 2 sur 7 c'est-à-dire minoré alors puisque un est minoré par 2 sur 7 et décroissante abîna دابا alors elle est convergente كون majoré ou croissante elle est aussi convergente alors on pose pour tout n appartient à n vn égale à un moins 2 sur 7 هنا خصني نعرف شنو هو الدور ديال هاد في ان هادي شنو هو لو رول حيت مين تنولي فاهم التمرين علاش عطاوني هاد السؤال وكيفاش غادي نخدمو تيولي يجيني كلشي ساهل من بعد نقدر انا نكتب التمارين ديالي بوحديتي ونخدمهم الدور ديال يو ان قلنا بان لوبجيكتيف من هاد التمرين كامل هو نحسب لا ليميت ديال يو ان ليميت ديال هذا ولكن ما عنديش هذا اون فونكسيون دو ان الوغ باش نكتبو اون فونكسيون دو ان خاص هاد يو ان هادي لا سويت يو ان اما تكون جيومتريك او لا تكون اريتميتيك متفقين اما تكون جيومتريك او لا اريتميتيك في التمرين هاد يو ان ما تتكون ني اريتميتيك ني جيومتريك الوغ ما يمكنش نكتبها اون فونكسيون دو ان شنو تنديرو هنا تيعطيوني ديما واحد لا سويت جديده شنو هو الدور ديال هاد في ان هاد في ان اما تتكون اريتميتيك او تتكون جيومتريك
متفقين اما هاد لا سويت في ان هاد لا سويت جديده تتبان تتكون اما اريثميتيك او لا جيومتريك دونك نقدر نكتبها اون فونكسيون دو ان ويلا قدرت نكتب في ان اون فونكسيون دو ان اوتوماتيكمون تا يو ان غادي نقدر نكتبها اون فونكسيون دو ان الوغ الدور ديال في ان كامل هاد الاسئله اللي غادي نشوفو ديال في ان الدور ديالها هو تخليني نكتب يو ان اون فونكسيون دو ان فوالا حيت يو ان ني اريثميتيك الوغ On commence par la première question, faire la partie 4. Calculer V0. Alors, V0, la relation de Vn. Andy Vn égale à Un moins 2 sur 7. C'est simple, la tchède. Il a pris V0. Je remplace N par 0. Donc, à ce point, il y a U0 moins 2 sur 7. Ou U0, a déjà Andy, la valeur d'elle. Alors, Vn, V0 égale à U0 moins 2 sur 7. Égale à 2 moins 2 sur 7, il y a 12 sur 7. Pour la question B, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Je te une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite qui s'écrit sous la forme de Vn plus 1 égale à 1/2. En général, Vn plus 1 t'isawi. واحد العدد اللي هو كيلو مضروب في Vn الوغ الا بغينا نبينو بان اون سويت اي جيومتريك خاصنا نبينو بان Vn بلس 1 تساوي واحد العدد مضروب في Vn يعني خاصني نحسب Vn بلس 1 الا بغيت نحسب Vn بلس 1 غادي نرجع للعلاقه ديال Vn الا بغينا هنا n بلس 1 حتى هنا تولي n بلس 1 الوغ Vn بلس 1 هي Un بلس 1 موان 2 سور 7 جبتها من هنا الا بغيت Vn بلس 1 غادي تولي هنا un بلس 1 وتنعرف بان un بلس 1 في الاول التمرين هي 1 على 2 un زائد 1 على 7 هنا عندي 3 ديال لي تيرم هذا فيه un ولكن هادو ما فيهمش un هادو اعداد غادي نحسبهم بيناتهم غادي يعطيني ناقص 1 على 7 غادي نعمل ديما بهذا اللي حدا un يعني نعمل بواحد على جوج غادي تعطيني un موان 2 سور 7 ولا رجعنا un موان 2 سور 7 راه هو vn يعني عطيني 1 دومي vn الوغ بينا بان vn بلس 1 تساوي 1 دومي vn دونك غادي نقول بان vn سي اون سويت جيومتريك دو ريزون 1 دومي دونك vn ايت اون سويت جيومتريك دو ريزون كولون ايغال ا 1 1 دومي لا ريزون يعني هو داك العدد اللي سنبقى نضرب فيه يعني هنايا v1 شحال هو v1 هو 1 دومي v0 v2 هو 1 دومي v1 v300 هو 1 دومي في 299 يعني ديما لو تيرم هو هذاك لا ريزون مضروب في لو تيرم اللي كان قبل منه لا كيسيون دونك هذا هو اللي قلنا خصنا يو ان اون فونكسيون دو ان يو ان ما هي اون سويت جيومتريك ما هي اون سويت اريثميتيك يعني ما يمكنش نكتبها ديريكتومون اون فونكسيون دو ان ولكن عندي واحد العلاقه ديال في ان اون فونكسيون دو ان حيت عندي هنايا في ان سي اون سويت جيومتريك Donc, on a Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Alors, Vn, il y a V0 fois Q plus N. C'est-à-dire, à la cas, il y a la suite géométrique. Il y a une suite géométrique. Le terme général, Vn, tisawi dima huwa V0 fois Q plus N. بصفة عامة إلا عندك هنا V1 إلا مثلا كنا حاسبين ديجا V1 هنا عندي رو Q à la puissance N ناقص 1 إلا كنا حاسبين V2 غادي نديرو Q à la puissance N moins 2 يعني هاد العدد اللي عندكم هنا في لانديس ديال V هو اللي سنقصو هنا من N بويسك عندي هنا 0 ما غادي نقص حتى حاجة علاش مشيت لV0 لأن ديجا حاسبها ما يمكنش ندير هنا في واحد ولا في جوج وفي ثلاثة وانا ما حاسبهمش يعني غادي نزيد عليا الخدمة و اون فان دو كونت غادي تخرج لي نفس النتيجة الوغ هنا فين ما تكون عندي اون سويت جيومتريك عندنا لو تيرم جينيرال تساوي هو في زيرو فوا كي اس ان وهاد كي هو لا ريزون الوغ في زيرو ديجا حاسبينها هي 12 سور 7 لا ريزون هي ان دومي على بويسونس ان هنا ما خصنيش ننسى لي بارونتيز حيت الا ما درتش لي بارونتيز هاد الان تتحسب لي غير على واحد وتتولي الاجابه ديالي خطا دونك مين يكون عندي الكسر خصني ضروري ندير خصني ضروري نكتب قلنا لي بارونتيز فوالا دابا كتبت دابا يلا جاوبت على لا بروميير بارتي باقي ما وصلتش لو ان دابا يو ان تنعرفوا بان
بأن Vn تتساوي Un moins 2 sur n وأنا باغي Un en fonction de n وحاسب Vn en fonction de n دونك غادي ناخد هاد moins 2 sur 16 غادي ندوزها لوتر بارسي غادي تعطيني Un هي Vn plus 2 sur 16 حيت كانت عندي moins 2 sur 16 مي نحولها للجهة الأخرى غادي تولي plus 2 sur 16 و جو رومبلاس maintenant Vn par sa valeur هاديك اللي لقيت دابا اللي هي 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n plus 2 sur 7 هي هادي 2 sur 7 Alors, لاحظوا معايا بان الدور ديال Vn في التمرين سي جوست هي اللي تتعطيني الحق او لا تتعاونني باش نكسب Un en fonction de n دابا صافي Vn ما بقيناش محتاجينها مشات ولا دابا Vn Un كسبناها en fonction de n et la dernière question في l'exercice 1 هو calculer un limite ديال un quand n tend vers plus l'infini كاين واحد لا رمارك هاد n tend vers plus l'infini راه ممكن ما نكتبوهاش في لي سويت لان ديما لي سويت سانكالكوليو لا ليميت غير في بلس لانفيني يعني ممكن ما نكتبوش هاد n tend vers plus l'infini ما كاين aucun problème alors la limite de un je remplace un par sa valeur هادي اللي لقيت في لا كيسيون اللي قبل un هي هادي alors الا بغيت نحسب هاد لا ليميت هادي تمشي لهداك اللي فيه n هذا هذا مكتوب على شكل واحد العدد a à la puissance n الا بغيت نحسب لا ليميت ديال a à la puissance n خاصني نشوف هاد a عندنا 4k اربعه الحالات خاصني نشوف هاد العدد اللي هو هنا لا باز ديال n واش كبر من واحد واش ما بين موانزا و 1 واش تساوي 1 او لا صغر من موانزا الوغ هنايا عندنا 1 دومي هي 0.5 ما بين موانزا و 1 دونك لا ليميت ديال هذا كامل ايغال ا 0 يعني ليميت ديال 1 سور 2 على بويسونس 1 ايغال ا 0 حيت هاد 1 دومي هذا اونتر موانزا اي 1 0 الا ضربناها في 12 سور 7 تتعطينا 0 0 الا زدناها 2 على 7 تبقى لنا 2 على 7 خصني ندير لا جوستيفيكاسيون كار ليميت قلنا ديال هذا ايغال ا 0 وعلاش تساوي 0 لان هذاك اللي لتحت يعني 2 على 7 متفقين الي اونتر موانز 1 اي 1 هنا كاين واحد لا فوت هنا راه 1 دومي ماشي 2 سور 7 دونك تنصلحوها هذا 1 دومي هنايا 1 دومي فوالا maintenant on passe à l'exercice 2 ça هو عليه 4 points L'exercice 2 concernant la probabilité. Alors, une urne contient 3 boules rouges, 5 boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire successivement et sont remises 2 boules de l'urne. Alors, le sac est là. Il y a 8 boules. 3 boules rouges ou 5 vertes. Alors, il y a le nombre de boules qui est 8. هو المجموع ديال لي بول اللي عندي في ليورن دوزيام شوز خصني نتبه ليها لو تيب دو تيراج وشحال من بول غادي نتيري لو تيب دو تيراج سي سوكسيسيفمون اي سون ريميز وهاهما مسطرين هنا على سون ريميز يعني اي كاردينال غادي نحسبو غادي نخدم ب ا يعني ا ديال بي من ان وشحال غادي نتيري من كره غادي نتيري دو دو بول الوغ اون كونسيدير لي زيفينمون سويفون ا بي سي قالوا لي لا بروميير كيسيون هنا عطاوني لي ريزولطا مونتري كو بي ا ايغال 6 سور 56 اي بي بي ايغال 21 سور 56 الوغ اون كومونس بار بي ا الا بغيت نحسب لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون خاصني ديما نرسم اشنو غادي نسيري انا لي دو بول غادي نسيريهم خصهم يكونوا روج يعني بحال لي هادو لي فير ما كاينينش عندي 3 بول روج يعني غادي نسيري جوج ديال لي بول من اصل 3 الوغ بي ا توجور لا بروبابيليتي سي لو كاردينال ديال هذاك ليفينمون سور لو كاردينال دو اوميغا الوغ الكاردينال دو اوميغا ممكن نحسبو في الاول اون فوا بور توت شنو هو الكاردينال دو اوميغا هو تيغي دو بول من اصل 8 من اصل 8 ولا فاصون سي سوكسيسيف يعني هي ا ديال جوج من 8 ا ديال جوج لان دو بول وفي المجموع عندي 8 دابا ا قالوا لنا ا لي دو بول تيري سون روج قلنا عندنا 3 ديال لي بول روج هي ا ديال جوج من 3 حيت غادي نسيري دو بول روج من اصل 3 جوج من 3 هي 6 و ا ديال جوج من 8 هي 56 هذا بالنسبه للبي ا دابا غادي نمشيو للبي بي 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 قالوا لنا لا بروميير بول تيري اي روج يعني هنا
قالوا لي يعني لزموا عليا بان لا بروميير تكون روج ولا دوزيام ما هضروش عليها، يعني لا دوزيام تكون كيما بغات تكون، سيتادير كو لا بروميير غادي نسيريها من اصل هاد الثلاثه هادو، دونك غادي نحيد وحده، شحال غيبقى عندي من كره؟ غيبقاو عندي سبعه، يعني الثانيه غادي نسيريها من سبعه، انا رسمتها هكا بلونش، يعني ما عارفش واش غتكون حمراء ولا خضراء، ما عندناش، ماشي مهم. اذا بي بي هو لو كاردينال دو بي على الكاردينال دو اوميغا. شرحت لكم كيفاش نحسبوا هذا الكاردينال ديال اوميغا، قلنا راه حسبناه ديجا في الاول. بالنسبه لينا دابا لا بروميير بول خصها تكون غوج، يعني ا ديال ان وحده، كره وحده من لي غوج اللي هما ثلاثه، اي اي ديما هو الضرب، هو لو برودوي، وحده من هذوك السبعه اللي بقاو، ما قالوناش الثانيه كيفاش خصها تكون، دونك من سبعه، يعني هذا ا ديال واحد من ثلاثه هي ثلاثه، و ا ديال واحد من سبعه هي سبعه، سبعه في ثلاثه هي 21 على 56. هذا بوغ لا بروبابيليتي دو ا اي لا بروبابيليتي دو بي. مانتنون قالوا لنا كالكولي لا بروبابيليتي دو سي. شنو قالوا لنا في سي؟ قالوا لنا لا دوزيام بول اي فيرت، لا دوزيام بول اي فيرت، هاد الثانيه هادي خاصها تكون فيرت، الاولى ما قالوا لناش كيفاش خاصها تكون. الوغ هنا عندي جوج ديال ليكا، تقدر الاولى تكون غوج وتقدر الاولى تكون فيرت، متفقين؟ دونك الثانيه ضروري خاصها تكون فيرت، ولكن الاولى ما قالوا لناش كيفاش خاصها تكون، دونك تقدر تكون غوج وتقدر تكون فيرت. الوغ بور لا بروبابيليتي غادي نشوفوا علاش فرقنا هاد جوج الحالات. الكاردينال قلنا بروبابيليتي دو سي هو الكاردينال دو سي على الكاردينال ديال اوميغا، الكاردينال دو اوميغا ما تيتبدلش. الوغ انتبهوا مزيان، دابا الثانيه غادي تكون فيرت، يعني غادي نتيريها من الكرات الخضرين، وتنعرف بان الخضرين كاين خمسه، ولكن واش هاد الثانيه الا كانت الاولى حمراء، يعني راه غادي يبقاو عندي ديجا خمسة، ما عنديش مشكل، ولكن الا كانت الاولى خضراء شحال من كرة غادي تبقى عندي خضراء؟ غيبقاو عندي غير أربعة، دونك هادي غادي نسيروها من اصل أربعة. الوغ هنا قلنا الا تيرينا الاولى غوج وحدة من ثلاثة غادي يبقاو عندي خمسة، ها هما خمسة الكواري فيرت، يعني واحد من خمسة. و الا كانت الاولى خضراء يعني شحال من كرة خضراء تبقى لي؟ غيبقاو لي غير أربعة، متفقين؟ داكشي علاش درنا أ ديال واحد من خمسة في أ ديال واحد من أربعة، هداك الشيء علاش خصنا ضروري نديرو هاد لي دو كاب جوج، إلا حسبنا هادي غادي تعطينا 35 على 56، خصنا نفهمو مزيان، هداك ليفينمون خصني نفهمو مزيان، قالوا لي هما حدوا لي غير لا دوزيام بول، ألوغ مين تيحدو لك لا دوزيام بول تيوقع لك مشكل، خاصك تعرف لا بروميير بول كيفاش دايرة. حيت الا كانت كيف قلت لكم من هاد لو فيغ، يعني الاولى كانت غوج، يعني لي فيغ باقيين خمسه، ولكن الا كانت الاولى فيغ غيبقاو عندي اربعه، داكشي علاش درنا هاد لي دو كا. مانتنون قالوا لي كالكولي لا بروبابيليتي دو ا انترسيكسيون بي. هاد لانترسيكسيون هذا سي ان ايفينمون جديد خاصني نفهمو، شنو تعني لانترسيكسيون؟ سي تادير كو ليفينمون بي اي ليفينمون سي بجوجهم يكونوا رياليزي في دقه واحده. شي يقول لنا ليفينمون بي، ليفينمون بي بحال اللي شفنا قبيله تيقول بان بروميير بول اي روج، و ليفينمون سي تيقول لنا بان لا دوزيام بول اي فيرت، دونك باين هنايا بان غادي نتيري الاولى خصها تكون روج والثانيه تكون فيرت. الوغ لا بروبابيليتي دو سي انتر بي هو الكاردينال دو سي انتر بي سوغ الكاردينال دو اوميغا. قلنا سي انتر بي هو لا بروميير تكون غوج و لا دوزيام تكون فيرت، يعني ا واحد من ثلاثة فوا، يعني اي ا واحد من خمسة، هي خمسة في ثلاثة هي 15/56. فوالا هاد ليفينمون ديال لانترسيكسيون خصني غنفهم، يعني نشد لي دو زيفينمون نقراهم وندير بيناتهم اي، من تنقولو لانترسيكسيون هي اي. La question 4, les deux événements B et C sont-ils indépendants? هنا عندي واحد la condition d'indépendance. فوقاش يكونوا deux événements indépendants؟ إلا كانت la probabilité ديال le premier مضروبة في la probabilité ديال le deuxième égale la probabilité ديال l'intersection ديالهم. إلا كانت هاد العلاقة كاينة تنقول بأنهم indépendants. شو تعني indépendants؟ يعني
حتى اليمون ديال بي ما كاين في سي، يعني كل واحد بوحديتو، متفقين؟ دونك ما عندهمش علاقه. يعني ممكن بطريقه اخرى ممكن نقولوا بان ليفينمون بي دار بوحدو وليفينمون سي يدار بوحديتو، والعكس ديال انديبوندون هو ديبوندون. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نحسب البروبابيليتي، غادي نحسب البروبابيليتي دو بي فوا لا بروبابيليتي دو سي، ونقارنها بلا بروبابيليتي ديال الانترسيكسيون ديالهم. الا كانوا بحال بحال غادي نقولوا انديبوندون، كانوا ديفيرونس نقولوا ديبوندون. الوغ عندي البروبابيليتي دو سي فوا البروبابيليتي دو بي هي 35 على 56 فوا 21 على 56. هذه الا حسبناها راه غادي نلقاوها ديفيرونت ل 15 سور 56 ديفيرونت. الوغ ils sont dépendants, ils ne sont pas indépendants, donc les deux événements ne sont pas, voilà, ne sont pas indépendants, هذا هو la probabilité. Alors غادي نكتفي هنايا بلا première partie اللي فيها l'exercice 1 ou 2، وغادي نحاول ندير معكم la deuxième partie في فيديو اخر باش ما نطولش الفيديو. بقات لنا دابا la deuxième partie فيها غير la fonction.